دكتور طارشاوي، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك شريف، اهلا وسهلا. كيف ترى السؤال الاول، كيف ترى الخمس ايام الاولى في السنه الدراسيه الجديده؟ والله بص، احنا يعني بنجتهد زي كثير من الدول في انقاذ العام الدراسي دايما منذ بدء جائحة كورونا، والحمد لله السنة ونص اللي فاتوا نجحنا نمر من عامين دراسيين بسلام، بحيث الأولاد مستقبلها ما تهزش. وبنحاول السنة دي مش بس نكمل العام الدراسي أو نخليه منتظم، بس نعوض كمان ولادنا عن ما فقدوه في السنة ونص اللي فاتوا تعليميا. كنت أتمنى طبعا يكون معظم الحديث عن هذا الجانب اللي هو جزء التعليم، يعني نعمل ايه في التعليم، في المناهج، في الفجوة التعليمية، في كفاءة اعضاء المنظومة التعليمية، يمكن ده يجي مع مرور الوقت. انما الاسبوع الاول كان طبعا في مزيج من مشاكل بيعاني منها التعليم المصري من زمان، اللي هي زي طبعا تشايف النغمة، انا عاوز احط كلمة نغمة بين قوسين، يعني النغمة اللي هي بتتكلم على ثلاث مواضيع بإمعان شديد بعيدا عن التعليم خالص. بنتكلم على الكثافات اللي هي مش مفاجأة، وعجز المعلمين اللي هو مش مفاجأة بس هو اتفاجئنا بيه بشكل او اخر، والمصروفات اللي هي برضو سنوية. فالثلاث حاجات دول موجودين منذ الأزل، وإحنا شرحنا كتير جدا جدا الموضوعين دول. مش وزارة التربية والتعليم هي المنوطة بيهم لوحدها، لأن دول بالذات فيهم جوانب أخرى، بمعنى إيه الموازنة، أهمها توفر الموازنات وتوفر القوانين اللي تسمح. يعني لو كنت بتتكلم على الكثافات فأنت بتتكلم على فلوس، وبتتكلم على أراضي، وبتتكلم على زمن. احنا عارفين ان في موروث من 30 سنة اهمل فيها التعليم، ادى ومع الانتجار السكاني طبعا ادى الى تفاقم مشكلة الكثافة. رغم حضرتك يعني حضرتك شايف انه ده، يعني حضرتك بتقول او شايف انه ده هجوم ممنهج على شخصك ولا انتقاد لاداء الحكومة في الملف؟ لا انا يعني ما اقدرش، ما عنديش من المعلومات ما يكفي لاني اعمل هذا الاستنتاج، بس كل اللي بعمله رصد ظاهره. يعني اذا كان الهدف ابلاغ الدوله عن ان في كثافه، لا احنا عارفين كويس جدا. واذا كان انت بتحاول تقول لي في عجز معلمين، ده احنا عارفينه من اول يوم بنتعامل معاه زي ما قلت، واي حد مكاننا هيتعامل معاه بضوء القوانين الحاكمه والموازنات الموجودة. تالي موضوع بسيط، يعني في ظاهره وصف المشكلة واضح جدا، فممكن نتناقش فيه. ويمكن اللي عاوز أقوله يا شريف هو في فرق بين ان احنا بنتكلم حديث موضوعي وبين ان احنا بنسخر وبنتطاول وبنتهجم، فرق كبير. اذا كان عندنا مشكلة فهي مشكلة جماعية تهمنا عشان فيها فيها أولادنا، فنبحث لها عن حلول، نبحث عن دور المجتمع المدني، ممكن نجيب ناس تقول أفكار برا الصندوق، نشوف نجيب موارد منين، ده مقبول تماما لأن المشكلة تهمنا وأي حل نرحب بيه جدا جدا. إنما إنك تستخدمها كنوع من التشويش، بقول لك الدليل إنك بتتكلم على التعليم. بص كنا بنتكلم قد إيه على الثانوية العامة من أسابيع قليلة، وعن التظلمات وعن المناهج الجديدة وعن تمام. كل ده اختفى كما يتبخر. ما هو مع بداية السنة بقى سيادة الوزير، مع بداية السنة، يعني ما انت عارف دايما بيسموها يعني حركة الجماهير. يعني انت كده دست على زرار وقف كل ده. هنتكلم الأسبوع ده على إمكانية الكثافة والمعلمين والمصروفات. طيب الصور اللي حضرتك صوت يعلو فوق صوت بارك، الصور اللي كنت حضرتك حطيتها على صفحتك على الفيسبوك دي صور لنفس الأماكن اللي كانت خرجت فيها الصور بتاعة الكثافات وعدم وجود الدكك، ولا دي لأماكن تانية؟ لا في نفس الأماكن. لنفس الأماكن. الوزارة لما بنعرف عن، على فكرة هنعمل كده برضو 365 يوم بدون احتياج للسوشيال ميديا ولا أي حاجة خالص. لو مواطن بعت لي، حضرتك قلت أنا بتواصل، احنا ما بنقولش، بس أي لو واحد زعلان إن ابنه كعبل بنكلم المدرسة وبنتعامل مع الموضوع ده كل يوم. فاحنا مش محتاجين يعني ضغط عشان نفهم إن في كثافة. أي مدرسة فيها خلل إداري، خلل بشري، نتجاوب معاه. لما جينا نعمل تظلمات الثانوية العامة احنا قابلنا 2.5 مليون ورقة. أي.
من ناحيه الاستجابه اي مدرسه تم الاشاره اليها وتحققنا من صدق هذا، مش انها صوره قديمه او من السنه اللي فاتت او يعني لما اتاكدتوا من معلومات الصور خرجت التغييرات او حصل قرارات علشان توفر الحاجات. عشان بس الناس عمرها ما هتقول لك شكرا طبعا، بدل ما تقول لك شكرا تقول لك طب ليه ما عملتوش كده من الاول. احنا عشان نحل المشكله بنعمل حاجات مش في الكتالوج، يعني عشان نحل مشكله ونطمئن الناس ممكن بناخد قرارات باخدها على مسؤوليتي الشخصيه، فلوس من حتت ما كانتش مستهدفه هذه هذا الموضوع، او ان المديريه دي ما فيهاش فلوس فاحنا بنبعت لها حاجات وهكذا. والحاجات دي بتعطل التطوير اللي حضرتك بتتكلم عنه كمان. ما هو اذا امرت ان تطاع يعني فامر أيوه. بالمستطاع. ما هو كل واحد فينا له حدود في مسؤولياته والحاجات اللي هو يقدر يتخذ فيها قرار. ففي حاجات بتبقى مش في ايد المسؤول، بس الناس بتعتبر انه مسؤول عن كل حاجه. يعني الفصول بيجي لنا موازنه للابنيه التعليميه بنستخدمها بالكامل، بس الموازنه دي بتخليك تبني باقصى طاقتك 14,000 فصل، وانت محتاج بس عشان تعوض الانفجار السكاني السنوي 28,000 فصل. فانت كل سنه بتزيد برغم انك شغال بطاقتك او بالموازنات المتاحه دي، الا انه مشكله بتكبر، فالناس مش شايفه نتيجه الجهد. يعني هنلوم بقى الانفجار السكاني ولا نلوم الموازنه؟ دي قضيه للبحث، بس هي مش قضيه. المشكله الاكبر هل هي في الكثافات ولا هي في عجز المدرسين؟ الاثنين مرتبطين بنفس الاسباب بالظبط. يعني طول ما عندك انفجار سكاني فانت بتحمل المنظومه فوق طاقتها، بتحمل الموازنه، بتحمل الدوله، بتحمل الجهاز الاداري، فزينا زي غيرنا في هذا من المتضررين من انفجار السكاني. التعليم بالذات كل الناس في مصر مهتمه بالتعليم وده شيء طيب، بس انك تدخل 800,000 طفل كل سنه في المنظومه ده قد دول كبيره، والمنظومه اصلا كانت عندها مشكله كثافه من قبل الارقام دي. فبالتالي لك ان تتخيل انها بتتفاقم بسرعه كبيره. في نفس الوقت في ضغط على الموازنه العامه من كل القطاعات. يعني احنا محتاجين نبني طرق فعلا، ونبني سكة حديد، ونبني مستشفيات، ونتعامل مع جائحة كورونا، ونشغل المصانع والمزارع علشان يبقى عندنا تصدير وهكذا. فطبعا القرار بتاع توزيع الموازنة على كل القطاعات قرار دايما صعب، وتقوم بيه بقى الدولة كلها والمجموعة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة. فاحنا في الآخر بنرتضي ما أقرته الدولة لنا في كل هذه الأمور. فالناس مفيد أنها تبقى عارفة أسباب وأبعاد أي مشكلة. هو الغريب أن احنا بنتكلم عليها بإمعان موضوع الصور اللي حضرتك بتقوله، كما لو كان بيقولوا لنا يعني لا احنا عارفين. احنا طول الوقت بنتعامل مع مشكلة 365 يوم. نفس الشيء مع عجز المعلمين اللي رغم حضرتك الإجابة على سؤال حضرتك أي مشكلة سواء إدارية أو وظيفية أو بنتعامل معها بالإمكانيات المتاحة أقل من 24 ساعة. ده في حد ذاته شيء كويس. إنما الحل الشامل اللي هو بقى ممنهج ومنطقي للمشكلتين دول لا هياخد وقت كبير طبعا. ولازم نحط في الإيكويجن فكرة الانفجار السكاني اللي بنتكلم عنها التحكومة طول الوقت، لأنها مأثرة على التنمية. كل فوائد أو نواتج التنمية مش قادرين نشوفها. بس تفضل برضو الصور كانت عين لحضرتك وللوزارة، وده اللي حصل بعيدا عن التعليقات. أنا بتكلم عن الصورة إذا كانت دقيقة. احنا عندنا فرق متابعة وجودة وبتنزل وبتصور من غير السوشيال ميديا وعارفين كل ده، وعندنا مديري مديريات ومديري ادارات ومديري مدارس وكلهم بيبعتوا لنا، عندنا جروبات بتاعتنا بنشوف فيها كل ده. فصعب ان حد يخبي حاجة زي كده، فاحنا بنشوفها طول الوقت. السنتين اللي فاتوا حصل فيهم زيادة في عدد الطلاب فوق 1.5 مليون سنتين بتوع كورونا. السنتين بتوع كورونا احنا ما كناش بنروح المدارس وكانوا بره المدارس بحضور وغياب منتظم، مفهوم. كنا مدين حريه الاختيار. فلما نرجع كلنا بفول لود يعني او بعدد كامل
مع زيادة 1.5 مليون هتشوف مشكلة. طيب. شكلها أصبح أكثر طبعاً. إحنا بدأنا خطة تطوير التعليم إمتى يا فندم؟ حضرتك عارف يعني ابتدينا نفكر فيها من 2016 أو نشتغل عليها، ونزلت المدارس، بدأت في المدارس من 2018 سواء من 2018 النظام الجديد اللي هو للأطفال من أول رياض الأطفال كي جي 1 يعني، وده كان مرتبط وده كان مرتبط بتحمل حضرتك مسؤولية هذا المكان، هذه الوزارة، بشكل بتحط فيه إطار جديد، بتحط فيه التطوير للتعليم. طارق يعني شوقي الخبير حاسس قد إيه أو قايس لغاية فين قدر يوصل بهذا التطوير؟ بص، يعني بناء منهج جديد أو بناء تغيير نظام التعليم من الصغر زي ما بنعمل حاليا من كي جي 1 لرابعة ابتدائي، ده كله شغال على النظام الجديد. النظام الجديد ده تم انتاج 6 سنوات دراسية منه. احنا يعني التسلسل الزمني اللي اتعرض من 2016 لغاية النهاردة هو ده اللي ماشي؟ طبعا. مع تحدي الكورونا والجائحة وكل المشكلات. في انجاز يمكن الناس تقدره بعد سنين، اللي هو المنهج الجديد، لانه مش جديد ان احنا عملنا كتاب جديد، لا، هو تغيير في فلسفه التعلم كلها، واطار عام مختلف للمناهج، مهارات حياتيه اللي هي الدنيا كلها بتشتغل عليها. احنا عندنا في مصر مناهج من كي جي 1 لرابعه ابتدائي تضارع اي دوله على كوكب الارض نقدر نقارن بيها بمنتهى الثقه. انما بقى هل ده خلى ولادنا اللي في المدارس دي يجيبوا النتيجه المرجوه؟ ده بقى بياخد وقت، ياخد وقت حتى يتآلف مع السادة المعلمين كمان، لأنه بيتدربوا عليه وإحنا بندربهم عليه طول الوقت، وبيحتاج انتظام بالذات في السنوات دي في المدارس، وده ما حصلش في سنتين كورونا، أثروا علينا سلبا طبعا، لأن ما قدرناش نكمل المناهج دي، لأنها مناهج تعليم نشط يقتضي وجود الطفل مع 2 من المعلمين وبيشتغلوا مع بعض وبيشتغلوا كمجموعات، فهنا الحضور مهم جدا. ما ينفعش في السنوات الأولى وفي نظام التعليم الجديد إن أنا أعمله أونلاين. الأونلاين عامل مكمل بس مش بديل، إحنا اضطرينا ليه في ظروف الأزمة، وده أنقذنا بقدر معين. إنما اللي هيدخلوا أولى ابتدائي وتانية ابتدائي وتانية يمكن يبقى حظهم أحسن وهتشوف نتيجة، ولا زال اللي دخلوا النظام ده أطفال تفرح، حضرتك تشوفها متعلمين بطريقة تانية. قابلتهم كانوا ضيوفنا هنا في الحلقة، كانوا ضيوفنا هنا في البرنامج، ومدرسين تفرح برضو، ويعني شيء جميل. ده حاجة بالتوازي يا شريف، مع ده كنا شغالين على تغيير التقييم في المرحلة الثانوية، وحضرتك برضو بدأ في أولى ثانوي سنة 18 اللي هم وصلوا ثانوية عامة وتخرجوا في يونيو أو يوليو اللي فات. فحضرتك في دفعة اللي دخلت الجامعة، حضرتك شفت ما حدث في مجاميع الدخول في الجامعة واختلاف شكل النتائج، كل الولاد دول دخلوا الجامعة والمجاميع فعلا اتغيرت، والولاد دول اتعلموا تعليم مختلف وحلوا امتحانات مختلفة، واعتقد انهم يعني استفادوا كتير رغم الخوف من التجربة. لو ابتدينا نبص لورا ونفكر في هدوء هنلاقي ان هم استفادوا كتير، اللي جايين وراهم حظهم احسن كمان، لان الموضوع استقر، دخلوا على النظام اللي بدا فعلا. احنا كمان اقول لك بشره خير، يعني انه احنا ماشيين من تحت لفوق، وصلنا الرابعه ابتدائي من اولى ثانوي لثالثه ثانوي في تغيير ملموس في طرق التقييم وما يستتبعه من طرق المذاكره، او ان انا بذاكر عشان اقيس مهارات التفكير العليا. يعني المسافه اللي بينهم من خمسه ابتدائي لحد اولى ثانوي دي ماشي على المنهج القديم، احنا عاوزين نوفر المناهج الجديده في اسرع وقت ممكن. لو مشينا بالتسلسل الزمني زي ما حضرتك قلت، لسه بقى هنبني 5 و6 وبعدين 6 كمان، يبقى 8 سنين كده، هنشتغل لحد سنه 29. لا، احنا عاملين خطه بس لسه هناخد عليها الموافقات اللازمه، يعني ان احنا ننتج المناهج الجديده من 5 ابتدائي لحد الثانويه العامه في 3 سنين بدل 8، وبالتالي نقدر ساعتها نسعد جميعا بوجود نظام تعليم مصري قوي جدا، عصري جدا، على احدث النظم العالميه. مفهوم. ويبقى عشان الصوره دي تكتمل انه لازم تحل مشكله عجز المعلمين وجوده المعلمين وتدريبهم
مع وجود بيئة تعليمية عشان تبقى مناسبة قادر تنفذ، عشان تبقى قادر تنفذ التطوير ده عشان بشكل كامل، تاخد الفائدة القصوى صحيح من هذا. مفهوم. دكتور طارق شوقي أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا، تحياتنا يا فندم. زي ما قلت ممكن تبقى عبء على المسؤول أو ممكن يبقى هو يعني، وده مهم إنه بيتفاعل معاه بشكل مباشر، إنه موجود على الإنترنت، موجود على التواصل الاجتماعي والفيسبوك بشكل مستمر وعلى طول، وعرض وفقا لمتابعته وعرض وفقا لمسؤوليته كمان الدكتور طارق شوقي تقييمه الأول 5 أيام في التعليم مع بداية السنة الدراسية الجديدة.